السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل مربي الباجي، عليكم متابعة هذا الفيديو حتى تعرفوا كيف تقومون بتحضير الخلطة الخاصة بالتأكيل اليدوي A21، حيث أنه سوف يكون طائر أليف جدا مثل هذا الطائر الذي ترونه الآن. لذا يجب عليكم متابعة هذا الفيديو خطوة بخطوة ومعرفة كيفية تحضير الخلطة الخاصة بالتأكيل اليدوي، ثم بعد ذلك نوضح لكم الطريقة الصحيحة للقيام بتأكيل الطائر يدويا عن طريق الإبرة أو السيرينج الخاصة بالإسعافات الطبية أو الحقن الطبية العادية. تقومون بتأكيل هذا الطائر بشكل عادي. هذا الطائر عندما تقومون بتأكيله يدويا، اعلموا أنكم سوف تقومون بإخراج أو بتربية طائر يحبكم كثيرا، ويستطيع أو يكون سهل للترويض وسهل للقيام بعدة أمور جيدة جدا وبسهولة كبيرة. كما يجب أن تعلموا أن هذا الطائر يستطيع الكلام، يعني وأنتم تقومون بإطعامه تستطيعون تلقينه بعض الكلمات أو كلمة واحدة حتى يقوم بترديدها، ثم تقومون بإطعامه وأنتم تقومون بإطعامه تقومون بهذا الأمر. لذا تابعوا معنا جيدا كيفية الإعداد وكيفية إطعام هذا الطائر. أولا يجب عليكم إحضار هذه الخلطة الألف 21 أو A20A الموجودة على مستوى محلات الخاصة ببيع الطيور. هذه الخلطة تباع على شكل ميزان، أي القيمة التي تريدون إحضارها. ويجب عليكم إحضار السيرينج أو الإبرة الخاصة بالتأكيل وملعقة وكأس حتى نقوم بتحضير فيه هذه الخلطة. يجب عليكم إحضار الكأس ثم إحضار ماء معدني دافئ قليلا ووضعه في الإبرة أو في السيرينج إبرة التأكيل. تقومون بإحضار هذا الماء الدافئ ثم شفط الماء ووضعه في الإبرة الخاصة بالتأكيل، وضعها جانبا، ثم نقوم بإحضار الخلطة ونقوم بوضعها في الكأس جزء قليل أو قيمة قليلة. نستطيع أن نقوم بتأكيل العصفور بها مثل هذه التي ترونها الآن أمامكم. تقومون بوضعها داخل الكأس ثم تقومون بإعطاء أو بوضع الماء داخل الكأس وتقومون بالخلط جيدا بالملعقة. شاهدوا جيدا، نقوم بوضع الماء حتى يختلط بالخلطة الخاصة بالتأكيل، ثم نقوم بخلطها جيدا بالملعقة جيدا حتى تصبح ليست سائلة وليست جامدة بشكل كبير. خلطة خاصة بالتأكيل ترونها الآن أمامكم. أنا قمت بوضعها قليلا سائلة ثم قمت بإضافة القليل من الخلطة حتى تستطيع أو تكون بشكل الذي أريده أنا، حيث أن الطائر رأيته أو لاحظت أنه لديه بعض الماء الكثير في فضلاته، لذا قررت أن أضيف قليلا من الخلطة حتى يكون أكثر متانة. لاحظوا جيدا ثم أقوم بالمزج جيدا، وبعد ذلك نقوم بملء الإبرة حتى نقوم بإطعام العصفور. لكن قبل ذلك يجب علينا القيام بأمر مهم جدا، تابعوا معي حتى تعلموا ما هو هذا الأمر المهم جدا. لاحظوا كيف تصبح الخلطة، ثم نقوم بملء الإبرة في الخلطة جيدا. تابعوا معي جيدا حتى للأخير حتى تعلموا كيفية ملئها وكيفية إطعام الطائر. نقوم بالشفط بالإبرة الخاصة بالتأكيل التي نريد التأكيل الطائر بها. لاحظوا جيدا، نقوم بملئها، هذه الخلطة أصبحت في الإبرة. لاحظوا جيدا، ثم نقوم بأمر مهم جدا. ما هو هذا الأمر المهم جدا؟ نقوم بإحضار ماء ساخن ثم نقوم بوضع الإبرة مع الأكل داخله حتى تسخن الأكل أو يسخن الأكل، ونقوم بإعطائه للطائر.
مثل الذي تعطيه له أمه. نقوم بجلب الطائر، لاحظوا الطائر أصبح أليف طبعا عن طريق التأكيل اليدوي، أصبح أليف هذا الطائر، طائر الباجي، نقوم بإحضاره ثم نبدأ بإطعامه بهاته الطريقة التي ترونها الآن أمامكم. تابعوا جيدا، الطائر الآن بدأ يأكل، وإن استطعتم أن تقوموا بترديد كلمة واحدة أثناء أكل الطائر قوموا بترديده، الطائر يقوم بالتركيز جيدا في الأكل وفي الاستماع إليكم. يجب أن تقوموا بالتركيز جيدا وأنتم بترديد الكلمة وأنتم تعطانه هذه الوجبة. تقومون بإطعامه والصبر عليه جيدا. الآن لاحظوا الطائر يقوم بالأكل، وهكذا سوف يعتاد عليك بشكل كبير جدا ويصبح أليف، تستطيع فعل معه الأفاعيل. يا إخواني، بعد أن شاهدتم كيفية إطعام وتحضير الخلطة الخاصة بتأكيل الطائر يدويا وبإطعام الطائر وطريقة إطعامه جيدا، لاحظوا إخواني في هذه اللقطات طريقة أو كيف أصبح هذا الطائر معتادا علي ويقوم بتتبعي ويقوم حتى بالطيران والرجوع إلي. شاهدوا جيدا اللقطات التي سوف أقوم ببثها عليكم واستمتعوا، وإن شاء الله سوف تقومون أو سوف يكون لديكم طيور أليفة جدا كما هذا الطائر الصغير، وتكون أليفة بشكل رائع جدا وربما حتى تتكلم إن شاء الله. وأرجو منكم أن تنضموا إلى القناة وأن تدعمونا في التعليقات وأن يكون لديكم تجربة جيدة مع طيوركم وأن تكتبوا لنا كل ما يحدث لكم في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو. لذا تابعوا هذه الفيديوهات الخاصة بهذا الطائر. أيه، روح روح، أيه أيه أيه.